قدمت صباح اليوم عمدة بلدية أنجمينة سيدة مريم جمعة عبيد حديثا صحفيا تحدثت فيه عن قيام البلدية يوم الاثنين القادم بعمليات الإحصاء الشامل للتجار بمختلف الأسواق وتوزيع بطاقات البيومترية بهدف ضبط الجميع من التهرب الضريبي. أنينا ندورو الرسيت نشولو من التجار يبقى شغل بين ترانسبارن ندورو أي تاجر دا يلقى كارت حقا دا سيكوريزي يعني كارت سيكوريزي دا أي بوتيك دا كوسي دا وداو كارت حقا أي تاجر دا إن دا كارت حقا وبعرفه هو كفة ويوم هو كفة دا مير هنا في بيرو حقا إن دا خبر خدر يوم كده تاجر فلان دا كفة دا أنين الشيء دا ندورو نسوفين جمعنا كله لكن عندنا نظام نظامنا دا قلنا نبودو بالأسواق الثلاثة سوق الكبير وسوق خلا وسوق دمبي وقت هما دا كله رسانسيم بعدين نسو برنامج عن السواق الآخرين هذا أنين يوم نادينا أخوانا التجار كله يجو دا عشان قلنا تسهلوا للناس الكموشو لوكو بدورو أخبار دا تنتم أخبار أنا مغازانا مغازانا يكي عند سرفاس كي وقائد كي ونمرو حقا كي بالفيشات الأنين غاي ننتو كله دا تنتم الانفورماسيون هما بيدوروا كلها وتنتم انفورماسيون في شخصيتك انت ياتو عشان ما الاسم ده يجي ام باكر يخلبت لنا والكارت دي بسلوها ب 1500 ريال 1500 ده الكارت دي هي الكارت خلاص بطاطا ما عندها بقولوا بدلوها ولا كي. في سياق ذات وصيلة قامت عمدة بلدية أنجمينة سيدة مريم جمع عبيد بزيارة إلى الساحة الأمامية لجامعة أنجمينة بحي أردب جمال للإشراف على عمليات النظافة استعداداً لبداية العمل الجامعي الجديد. تقرير محمد عثمان بشير. تمهيداً لاستقبال العام الدراسي 2017-2018 قامت بلدية أنجمينة في تنظيف الشوارع والساحات العامة التي تعتبر ممراً للطلاب والتلاميذ وغيرهم من المواطنين، ذلك في إطار الحملة التي قامت بها البلدية مؤخرا في مختلف الدوائر والحارات. ندوروا الشعب الوساخة دخلي ما يجيبوا يصبوا في أي مكان، وساختهم دخلي يلموا في البيوت والميري يمشي يشيلها عشان يصبوا في مكان الأنينة قلنا نصبوا فوق وساخة، لكن وسخ مثل ده بس يجيبوا يصبوا السوق في جنبه لكل في جنبه انستيتي في جنبه ده بيجيب أمراض كتير. هذه الحملة ستستمر لتشمل بقية الساحات العامة وشوارع العاصمة.